واش كان يتبارطاجيو هاد الحالة هادي ديال هاد المغاربات يعني تيشوهو فينا حنا في الدول كيصحاب ليهم حنا جيعانين وحنا كندورو بالخبز حرفي فين ما مشينا نتعلقو معاكم فين ما بغيتو نتوما تشوهو فينا في الدول وحنا كنشوهو بكم حتى حنا في الدول. شو واش دول العرب اوروبا شو المغرب شنو شيعطينا شو تيصحاب ليهم حنا فينا الجوع ازمة ديال كورونا عباد الله الضعف ما عندهاش هاي قلعة الزيت هاد قلعة الزيت شدير بها بنادم زوقو بها شقوات السكر جلسوا عليهم واحد مورا واحد كثر من القوالب اللي تحيشوا معانا شنو وادو حاكنين فيهم عباد الله دابا هادشي هذا هو اللي يدوز به بنادم رمزان هادشي هذا يدوز به عباد الله الدراويش والحكارة هاديك بكيدة شايفين شكون واد بكيش اشي ديال الحبس يعطوا فابور فابور هاد ديال الحبس تيسحب لهم حنا عندنا القروب وهادشي كامل هاد ديال الخيريات وانتوما تشوفوا معاه وانتوما غتشوفوا اه يا شوري قمط هاد انا غنشوفكم في الشوق اللي بغا حنا غانا خدينا هادشي هذا قال لك محمد السادس مغاربة كاملين سواسية ومغاربة ماشي سواسية مغاربه عاد شوف باش عطيني واش كيزور مزيان انا ماشي تيهمني هاد الشيء هذا انا تيهمني ولد الشعب حيت انا موت على الشعب وفي داء الشعب ونموت معاه سمعتيني هاد الشيء هذا واش هو اللي يدوز به بنادم الشرط رمضان هاد الشيء هذا حاكرين الدراوش رزقكم كامل يديتو رزقكم كامل يديتو رزق الدراوش هادشي هذا راه ما تسكتش عليه وغنخلص والدياس والتجاب والدولة المغرب في كرسي وانا نبقى نهضر على المغرب حتى نحيدو هاد الشوا وهاد الحقرة اللي حقرتونا كيما تحقرونا غنحقروكم وموت وحده وكاين الله وكاين محمد رسول الله السلام عليكم.